أهلا بكم يا باشمهندسين في الجزء الثاني من الكولينج لود كالكوليشن، طريقة حساب الأحماد الحرارية في التكييف. إحنا في الجزء الأولاني كنا شرحنا كيفية حساب الأحماد الحرارية اللي جاية لي من الجدران ومن أسطح المنازل. هنكمل برضو، ما زلنا لسه في الأحماد الحرارية الخارجية الاكسترنال لود. النهاردة هنتكلم على الأحماية الحرارية اللي بنلاقيها من خلال الزجاج. فهنلاقي إن إحنا في عندي الكولينج لود تمبريتشر ديفرنس للإزازة. إحنا بنتكلم على الكوندكشن هيت ترانسفير، الحرارة بتنتقل بالتوصيل عبر الزجاج. ده الجزء اللي إحنا بنتكلم فيه النهاردة. برضو ما زلنا عشان نحسب، فالكمية الحرارة هي الكيو بتساوي اليو في الاي في الدلتا تي. الدلتا تي هي الكولينج لود تمبريتشر ديفرنس كوركتد. وعرفنا الكولينج لود تمبريتشر ديفرنس كوركتد بتساوي الكولينج لود تمبريتشر ديفرنس، وبعدين في عندي اللاتيتيود اند مانس كوركشن، وبعد كده في الكوركشن بتاع درجة الحرارة الداخلية والخارجية. فبرضه ما زلنا هنحتاج ان احنا نعرف الكولينج لود تمبريتشر ديفرنس. هنلاقي ان هو بيعتبر ان يعني كميه الحراره اللي داخله عبر الزجاج هي مش مرتبطه بالمانس ومش مرتبطه بالخط العرض، مش مرتبطه بالشهر اللي بيحصل فيه انتقال الحراره ومش مرتبطه بخط العرض. فنلاقي على طول احنا في عندي جدول واحد هو بس مرتبط بالزمن، يعني احنا بالليل الصبح الساعه 3 الساعه 2 الساعه 5. ففي كل وقت من الأوقات ديت طبعاً الكولينج لود تمبريتشر ديفرنس بيختلف. هو دوت الجدول اللي احنا هنشتغل منه. وبعد كده بالنسبة لليو فاليو، اليو فاليو هنلاقي فيه عندي جدول، ممكن نلاقي فيه جدول موسع أو جدول مختصر زي اللي موجود عندي هنا. هو مرتبط بإيه؟ أول حاجة نوعية الإزاز. أنت الإزاز بتاعك دوت هل هو يعني لوح واحد مفرد ولا لوحين جنب بعض زي اللي بنشوفهم في القطر وبنشوفهم في الطيارات، او ثلاث الواح ورا بعض. وطبعا بيستخدموا الثلاث الواح ورا بعض ديت في الاماكن يعني قاسيه الحراره، سواء كانت يعني في القطب الشمالي او في الدائره القطبيه. كل ده عشان يعمل عمليه عزل كبير جدا. فاول حاجه انا في عندي نوعيه الازاز. تاني حاجة الفريم اللي حوالين الإزاز، هل الفريم دوت ألمونيا ولا الفريم دوت من الخشب؟ وإحنا هنستخدم الـ U-value ديت في الصيف ولا هنستخدمها في الشتاء؟ فلو أخذنا على سبيل المثال السنجل جلاس اللي هو طبعا يعني المشهور استخدامه في بلادنا، فنلاقي إن إحنا لو عندي يعني الحلق بتاع الشباك من الألمونيا هيبقى في الوينتر في الصيف الشتاء 1.1 وفي السمر 1.1. اللي هو لو الحلق من الخشب هلاقي المقدار أقل. وطبعا واضح جدا مش محتاجة تفسير إن الخشب بيبقى العزل الحراري بتاعه أحسن طبعا من الألمونيا يعني. فزي ما قلنا هو بيعتمد على نوع الإطار بتاع الشباك، بيعتمد على الصيف والشتاء، بيعتمد على نوع الإزاز سواء كان عندك سنجل جلاس أو دبل جلاس أو تريبل جلاس. زي ما قلنا بيعتمد على الموسم، سواء انت عندك موسم تدفئة او موسم بتاع تبريد. ناخد مثال، وبالمثال دايما بيتضح المقال. بيتكلم على غرفة فيها يعني واجهة زجاجية. واجهة زجاجية ديت مساحتها 130 متر. ما فيش عندي جوه في اي نوع من انواع الستاير. ودرجة الحرارة الداخلية كانت 78، والديلي افريج بتاع درجة الحرارة الخارجية 88.
عايز يحسب الكولينج لود اللي جاي عن طريق التوصيل في الإزاز الساعة 12 الظهر، والكلام دوت في السمر. فإحنا عندنا المعادلة الأساسية اللي شغالين فيها إن هي هتحتوي على كولينج لود تمبريتشر ديفرنس كوركتد، وهنلاقي إن بالنسبة للإزاز ما عنديش لاتيتيود أند مانث كوركشن، يبقى ما فيش عندي تغيير نتيجة تغير في الوقت بتاع الشهر أو خط العرض. نخطأ إن يعني لو اقتبسنا الداتا كده هنلاقي أول حاجة في عندي المساحة بتاعتي 130 قدم مربع، عندي نوعية الإزاز سنجل، عندي درجة الحرارة الداخلية 78، ودرجة الحرارة الخارجية الأفريج يعني هي 88. طبعا ديت هو بعد ما عمل إيه، بعد ما شاف هو البلد اللي فيها ديت درجة الحرارة الديزاين أو السايد كونديشن قد إيه أخدها، وشاف عندي الديلي رينج كام، وعمل الحسبة بتاعتها، وطلعت في الآخر إن الأفريج هو 88. عايز بقى يحسب الكلام دوت الساعة 12 الظهر في الصيف. بالتالي أول حاجة هنحتاج إن إحنا نعملها إن إحنا نطلع الكولينج لود تمبريتشر ديفرنس، هنطلعه من الجدول. هو قال لي إن الكلام ده بيحصل عندي الساعة 12، فأروح للساعة 12 هلاقي إن الكولينج لود تمبريتشر ديفرنس بيساوي 9، هاخد الرقم دوت وأحطه على جنب. بعد كده نعوض بقى، هلاقي في عندي الكولينج لود تمبريتشر ديفرنس 9 حطيناها، مفيش عندي الاتيتيود أند مانث كوركشن، وكان قال لي إن درجة الحرارة الداخلية 78 حطيناها، وقال لي درجة الحرارة الخارجية 88 فحطيناها، طبعًا ده الأفريج زي ما إحنا عارفين. فهنطلع بقى الكولينج لود تمبريتشر ديفرنس من المعادلة دي، هتطلع 12، نحطها في المعادلة المحفوظة U في الـ A في الكولينج لود تمبريتشر ديفرنس كوركتد. فبالتالي أنا كده محتاج إن أطلع الـ U، فهو قال لي إن أنا في عندي سنجل جلاس، وإن الإزاز دوت كان عايز احسبه في موسم التبريد يعني موسم الصيف. هو ما قاليش طبعا اذا كان دوت الفريم بتاعي الومنيا او خشب، فطلع ما قاليش، فانا هاخد الورست كيس اللي هو الازاز الاطار بتاعي هو من الالومنيا. فبالتالي هيطلع ان انا عندي اليو فاليو بتاعتي بتساوي 1.1 من 100، احطها على جنب، وبعد كده ابتدي اعوض في المعادله. فلاقي عندي الحراره، هطلع بقى اعمل مضروب الكلام اللي انا طلعته ده، فيطلع بالقيمه اللي احنا شايفينها قدام. طبعا حاجه في منتهى البساطه. طيب يبقى احنا كده خلصنا الحراره اللي جايه لي بالكوندكشن، سواء كان عندي من الجدران الخارجيه او جيالي من أسطح المنازل أو جيالي من الإزاز، وكل دوت كان داخل طبعا بالتوصيل. هل في حاجات تانية بتدخل بالتوصيل؟ في حاجات تانية بتدخل بالتوصيل، زي مثلا زي ما احنا قلنا إن في عندي جدران خارجية، في عندي جدران داخلية، ودي بنسميها البارتيشن. وقلنا البارتيشن دوت هو يعني جدار بيفصل بين مكان مكيف ومكان آخر غير مكيف داخل المبنى، وممكن يبقى سقف بس مش فوقيه سطح، يعني سقف فوقيه برضو مكان غير مكيف. وبالتالي دوت هنقول ان الكوندكشن ثرو انتيرير ستراكشر. هنلاقي ان برضو نفس المعادله اللي احنا شغالين فيها محفوظه، هنلاقي فيها اليو ديت الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت بتاع العنصر الانشائي اللي احنا هنشتغل عليه، سواء كان عندي بارتيشن او سيلينج، وطبعا الاريا والتمبريتشر ديفرنس. بقى هنا مفيش كولينج لود تمبريتشر ديفرنس، ليه؟ لان داخل المبنى درجات الحراره ما بتتغيرش كتير مع الوقت، فبالتالي انا مفيش عندي تاثير التغير في درجه الحراره، فبيعتبروها انها ستيدي ستيت كوندكشن مش ترانزيانت كوندكشن، يعني هو في وضع الثبات، درجه الحراره دايما يعني الفرق دايما تقريبا ثابت، بالتالي معدل انتقال الحراره ثابت. فهنا مفيش كولينج لود تمبريتشر ديفرنس، ده على طول تمبريتشر ديفرنس دايركت. كده يبقى احنا خلصنا. برضو هنا نقول برضو ملحوظه، طب التمبريتشر ديفرنس دوت هيساوي ايه؟
طب احنا عندنا درجة الحرارة الداخلية معروفة، سواء هي كانت 78 فهرنهايت 75 فهرنهايت على حسب الابليكيشن. ده في المكان المكيف. طب المكان المكيف هيبقى درجة الحرارة كام؟ يعني تقدر ان انت تعتبر ان درجة الحرارة في المكان غير المكيف هو الافريج ما بين درجة الحرارة الخارجية وما بين درجة حرارة المكان المكيف. ونشتغل على كده. طبعا بيحصل في بعض، يعني دوت القاعدة العامة ممكن يبقى في شذوذ عن القاعدة لو كان في عندك المكان الغير مكيف دوت كان يعني غرفة غليات مثلا، فأكيد درجة الحرارة جواها هتبقى أعلى من القيمة اللي احنا ذكرناها يعني. طيب يبقى كده احنا خلصنا كمية الحرارة اللي بتدخل عن طريق التوصيل. طب ما في عندي حرارة تانية بتدخل عن طريق الراديشن، عن طريق الإشعاع، يعني أشعة الشمس اللي بتدخل عن طريق الزجاج دي بتدخل بالإشعاع. فبالتالي لابد إن احنا يبقى في عندي طريقة الحساب طبعا هتختلف. هنتعوض في المعادلة ديت وهنلاقي إن فيها طبعا الكيو هي كمية الحرارة بتدخل بالإشعاع عن طريق الإزاز. بعد كده هنلاقي في عندي الـ SHGF دوت السولار هيت جين فاكتور، وعندي الاريا، عندي الشيدنج كوفيشنت. شيدنج كوفيشنت يعني في عندي ستائر، سواء الستائر دي هتبقى داخليه او هتبقى اوينج يعني قسطره خارجيه، او برضو انواع الستائر هتختلف سواء كانت هي معتمه او هي شفافه او هي ميديوم، والكلام ده كله هنشوفه مع بعض. وبعد كده في عندي بقى الكولينج لود فاكتور. الكولينج لود فاكتور دوت لان زي ما قلنا ان الحراره مش هتنتقل مباشره الى الهواء، ده لازم الاول تسقط على سطح، درجه حراره السطح دي طبعا ترتفع، فبعد كده يحصل كونفكشن من السطح الى الهواء اللي احنا عايزين نكيفه، فبالتالي بيبقى في عندي كولينج لود فاكتور هنفهمه كمان شويه. السولار هيت جين، طب احنا عارفين لما بنتعامل بالراديشن ان الكيو باي راديشن بيساوي بولتزمان كونستانت في الاريا، في فرق درجات الحراره مرفوعه للباور 4 يعني الاس بتاعها الرابع. وطبعا نتيجه ان الفيو فاكتور بيختلف، فزاويه الاشعاع الحراري بتختلف السقطه على السطح، فنلاقي ان في عندي مع اختلاف الواجهه هنلاقي زاويه الاشعاع ديت بتختلف، ومع اختلاف خط العرض برضو زاويه الاشعاع ديت هتختلف، فبالتالي عمل لي جدول بيحط لي فيه السولار هيت جين فاكتور، هو مدخل في الفرق بين درجه حراره الجسم المشعل هو طبعا الشمس ودرجه حراره الجسم اللي هيسقط عليه، ودوت للباور 4. ومدخل طبعا في كل الحسابات بتاعت الراديشن، واداني يعني قيمة اقدر ان اطلعها من الجدول مباشرة، لانها طبعا قيمة بتختلف مع الفيو فاكتور زي ما قلنا. فزي ما شايفين ان في كل خط عرض بيبقى في عندي قيم، وفي كل واجهة من الواجهات ليها برضو قيم مختلفة. يعني لما نتكلم على الواجهة الشمالية اللي احنا بنسميها البحري أكيد هتختلف عن الواجهة القبلية اللي احنا بنسميها قبلي، أكيد هتختلف ما بين الواجهة الشرقية في الصبح هتبقى كمية الإشعاع الحراري داخل عليها عالي، غير في الواجهة الغربية اللي هو الإشعاع الحراري هيبقى أكبر ما يمكن قبل المغرب والعصر. فكل دوت متاخد في الاعتبار، وطبعا متاخد في الاعتبار الشهر بتاع السنة. زي ما قلنا هو بيختلف مع اختلاف خط العرض. وبيختلف مع الواجهة سواء هي واجهة شمالية أو واجهة غربية شرقية أو واجهة جنوبية، أو حتى لو كان في عندك في سكاي لايت في السطح، فبالتالي في عندي كمان الهوريزونتال اورينتيشن. وبيختلف كمان مع الوقت بتاع السنة، لو هو عندي في شهر ديسمبر أكيد غير شهر 7 غير شهر 9 وشهر 3.
يبقى احنا كده قلنا ان كيو بتساوي السولار هيت جين فاكتور في الشيدنج كوفيشنت في الكولينج لود فاكتور. لما نيجي بقى للشيدنج كوفيشنت، احنا قلنا الشيدنج كوفيشنت دوت هو الستاير اللي تبقى موجوده، فطبعا هنلاقيها برضو انها بتعتمد على نوع الستاره. فلا في عندي الفينيشن بلنت ديت اللي هي عباره عن شرايح، يمكن يعني شفناها يعني قليل لما بنشوفها في مصر، بس يعني اعتقد الصوره موضحه يعني، ده بنسموه فينيشن بلنت. او الرولر شيدنج، رولر شيدنج ديت يعني بنشوفها كتير قوي في بنستخدمها في العربيات بتاعتنا ورا الكزاز، انما طبعا ليها استخدامات في المباني. وطبعا بيفرق لو كان عندك الرولر شيدنج دوت الستاره ديت غامقه ولا فاتحه. وبعد كده بقى بنتكلم على الكولينج لود فاكتور. فالكولينج لود فاكتور هنستخدمه بقى، في عندك انت عندك في ستاير جوه ولا مفيش ستاير؟ لان لما شويه الشمس هيسقط على اسطح داخل المبنى، يعني الارضيات، السجاد، الجدران الداخليه، المفروشات، فلو في ستاير فبالتالي هتمنع السقوط المباشر عليها. انما برضو هنلاقي ان بيتاثر فيها كمان، انت عندك في سجاد انت حاطه في الارضيه ولا مفيش، يعني وزود انتيرير شيدنج. وعندي ايه الارضيات عليها سجاد. وفي جدول تاني لما يبقى في عندي انتيرير شيدنج وكل الروم اول روم كونستراكشن، يبقى زي ما قلنا ديبند على الاورينتيشن، بنتكلم على كولينج لود فاكتور. الشعاع الحراري ده جاي لك من نورث من الايست وخلافه، وفي نفس الوقت بيعتمد على البيلدينج كونستراكشن اللي احنا شفناه المره اللي فاتت، كان قال لك فور اول بيلدينج كونستراكشن. هنا بقى في عندك البيلدينج كونستراكشن دوت، هل هو خفيف، مباني خفيفه، ولا مباني متوسطه الوزن، ولا مباني يعني وزنها تقيل، وهو تحت مديلك ال يعني اللايت ويت مثلا، بيتكلم such as 1 inch wood floor. الميديوم قال لك as 2 to 4 inch concrete floor، والهيفي زي من 6 ل 8 inch concrete floor. فمديلك برضو ايه فكره عن نوعيه الوزن بتاعها. يبقى كده عندي الوزن، وبعد كده عندك طبعا الساعة بتاعت الليل والنهار. واحد يقول لي طب الليل ايه الموضوع؟ لا، ما خلي بالك، ما انت عندك زي ما قلنا الإشعاع الحراري اللي سقط على الأسطح في أثناء النهار، الحرارة ما طلعتش منه فجأة، إنما ممكن تطلع بالليل، ممكن تطلع في المغرب، ممكن تطلع الصبح وهكذا. فبالتالي بيحط لك التأثير بتاع التخزين بتاع العناصر اللي موجودة وسقط عليها الأشعة الحرارية، وكمية نسبتها بقى، كمية الحرارة اللي خرجت منها نسبتها قد إيه في الأوقات المختلفة. طبعا كمان في عندي outside shading. outside shading ممكن نلاقي فيه بقى برضو أنواع مختلفة، وطبعا هنلاقي إن طب ازاي هحسب بقى كميه الحراره بالاشعاع الحراري في الاوتسايد شيدنج؟ كل الاجزاء اللي بتبقى مظلله بتعتبرها انها شماليه، فبالتالي يبقى في عندك يعني اوتسايد شيدنج يعني وسيله تظليل خارجيه، فالجزء المظلل اللي سقط على الازاز الجزء ده بعتبره شمالي وبحسبه على انه جهه شماليه، والجزء اللي ما سقطش عليه الظل بعمله معاملة الجهة اللي هو موجود فيها.
ده نوع أنواع مختلفة من الشيدنج. طبعا كنا بنشوف التينت ديت يعني في المحلات زمان في السبعينات والثمانينات، ما أعتقدش إنها منتشرة دلوقتي. زي ما احنا شايفين الجدول اللي قصادنا دوت، القيم اللي فيه اللي جوه الجدول دي بتديني ارتفاع الظل بالنسبة لامتداد وسيلة التظليل. وزي ما قلنا ان الجزء اللي ساقط عليه الظل انا بعتبره واجهة شمالية، هنلاقي انه معتمد على خط العرض اللي موجود في المبنى، ومعتمد كمان على الواجهة اللي أنا بحسب فيها الأشعة الحرارية اللي جاية لي من الإزاز، وكمان التوقيت. فهو مديني مثلا هنا التوقيت، لو خدنا مثلا عند 32، توقيت الساعة 9، توقيت الساعة 12، التوقيت الساعة 3 بعد الظهر، التوقيت بتاع 6 بعد الظهر. طبعا الجزء اللي هو بيبقى عليه الداش ده معناه إن الواجهة كلها مظللة في التوقيت ده. فزي ما شايفين لو هي واجهة مثلا واجهة غربية، لو جينا الساعة 9 ولغاية الساعة 12، أولا أشعة الشمس ما بتسقطش عليها أصلا، بالتالي مش محتاج إن نحسب لها الـ H على الـ L خالص يعني. إنما هنيجي الساعة 3، هيبقى في عندك يعني جزء كبير من الشمس ساقطة على الواجهة، فبالتالي هو بيقول لي بقى ان ال H على ال L في التوقيت دوت هيبقى 97 من 100. وطبعا اشوف بقى الازاز عندي موجود يعني تحت واجهة التظليل بقد ايه، فاعرف الجزء المظلل منها قد ايه وعاملها على انها واجهة شمالية. طبعا الجزء اللي فيه عندي الستار ديت، يعني معنى كده ان الشيدنج ساعتها مش افكتنج خالص، يعني هيبقى أشعة الشمس ساقطة عليه بالكامل، مش محتاج إن أحسب طول الظل. ناخد مثال، وأنا دايما بالمثال بيتضح الأمور. بيقول لي إيه؟ What is the maximum solar heat gain factor through the windows on the south side of building located at 32 north latitude؟ الكلام ده في 21 سبتمبر، يعني في وقت الانقلاب الشتوي، وقت الاعتدال الخريفي، سوري 21 سبتمبر. فديت مجرد مثال بس بطلع السولار هيت جين فاكتور. فهو قال لي ايه؟ قال لي ان الكلام دوت موجود في الساوث ويست، فبالتالي هدخل في العمود بتاع الساوث ويست، طبعا هدخل اصلا في الجدول بتاع خط عرض 32. وقال لي الكلام دوت احسبه لي في سبتمبر، فبالتالي هاخد الايه؟ السطر بتاع سبتمبر، يبقى بالتالي السولار هيت جين فاكتور بتاعي بيساوي 218. منتهى البساطة. برضه ناخد مثال تاني على الشيدنج كوفيشنت. فقال لي برضه هو عايز يعرف الشيدنج كوفيشنت اللي بيطبق على الهيت جين من أشعة الشمس لزجاج ربع بوصة. وفي عندي وسيله التظليل بقى ميديوم كلر انسايد فينيشن بلندز. عرفنا فينيشن بلندز دي هي عباره عن الشرايح بتاعت التظليل الداخليه دي. وبالتالي لما اجي هدخل اروح داخل على التايب اوف جلاس اللي عندي كلير، وواحد يعني واحد على اربعه بوصه، ربع بوصه، وبالتالي هدخل على السطر دوت. بعد كده قال لي في عندي فينيشن بلندز، فبالتالي هدخل في الفينيشن بلند، وقال لي ميديوم كلر يعني اللون بتاع الشرايح دوت لون متوسط، فبالتالي هيبقى ايه؟ هدخل على العمود اللي شايفينه قدامنا، فهيبقى عندي الشيدنج كوفيشن بتاعي بيساوي 74 من 100. ناخد مثال بقى مجمع. المثال بيقول لي في عندي يعني جدار بيتجه ناحية الجنوب الغربي، وفي عندي نافذة زجاجية المسطح بتاعها بيساوي 240 قدم مربع، وكانت النافذة ديت مصنوعة من إزاز يعني شفاف،
ربع بوصة، وعندي التصديل الداخلي عن طريق فينيشال باند اللي هي الشرايح اللي اتكلمنا عليها. وكان عندي المبنى كان من الميديم كونستراكشن، يعني عندي الكونكريت دوت من 2 ل 4 بوصة، والمبنى ده موجود في عند خط عرض 40. عايز يطلع بقى السولار كولينج لود في أغسطس الساعة 3 بعد الظهر. بالنسبة للديزاين كونديشن بقى بتاع درجة الحرارة الداخلية، برضو بيبقى فيه ليها ديت مرتبطة بالتطبيق بتاعي التطبيق، وفي نفس الوقت برضو مرتبطة أنا عايز أحسب في الصيف ولا في الشتاء. هنا ده جدول مختصر على الآخر، يعني هنا بس بيقول لك إذا كان عندك في الشتاء يبقى أنا درجة الحرارة الداخلية هتتراوح من 68 ل 72، وفي الصيف هتراوح من 76 ل 78. ودايما في الصيف بيبقى درجة الحرارة الداخلية بتبقى يعني أعلى من درجة الحرارة في الشتاء داخليا، ودي طبعا ليها أسباب تانية خارج الموضوع بتاعنا. relative humidity في الشتاء بنخلي relative humidity يعني منخفضة من 25 ل 30، وفي الصيف طبعا أفضل حاجة بتبقى 50%. ودي طبعا سرعة الهواء داخل المكان المكيف، ونوعية الملابس اللي الناس بتلبسها، يعني ما تدخلش قوي في الحساب. يبقى احنا كده نقدر لغاية الحتة ديت نحسب كل الاكسترنال هيت جين. قلنا الاكسترنال هيت جين جاي لي من الجدران الخارجية، أو جاي لي من الأسطح، أو جايالي من الجدران الداخلية اللي بنسميها بارتيشن، أو جايالي من النوافذ سواء كانت بالكوندكشن أو بالراديشن. وعرفنا إن كل حاجة من الحاجات دي محتاجة كولينج لود تمبريتشر ديفرنس، وبتعتمد عليه كولينج لود تمبريتشر ديفرنس بيعتمد على درجة الحرارة الداخلية، وليه في جدول مختصر إحنا شايفينه. طبعا في جداول تانية بتبقى يعني مفصلة لنوعية التطبيق، تختلف فيه درجات الحرارة صيفا وشتاء يعني. هندخل بقى دلوقتي على كميات الحرارة الداخلية اللي بتتولد داخليا. من ضمن كميات الحرارة دي بتبقى الحرارة جايالي من الإضاءة. الحرارة جايالي من الإضاءة التعويض فيها بشكل مباشر، يبقى كمية الحرارة اللي جايالي من الإضاءة بتساوي معدل استهلاك الكهرباء اللي موجود في اللمبة بتاعتي. وفي برضه في عندي كولينج لود فاكتور، لان طبعا الحراره اللي خارجه لي من اللمبه دي ما بتروحش للهواء مباشره، فبالتالي هتسقط الاول على الاضاءه على المفروشات والعناصر الانشائيه اللي موجوده داخل المكان، ثم تنطلق بعد كده مره اخرى بعد ما ترتفع درجه حرارتي. وفي عندي البالاست فاكتور دوت اللي هو الترانسفورمر اللي بتبقى موجود في اللمض النيون القديمه. طبعا الكلام ده يعني بقى استخدامه دلوقتي نادر. هو كل الحرارة اللي بتستهلكها اللمبة في الآخر بتسمع في حمل حراري داخل المكان. التلاتة وأربعة من عشرة ديت هي عملية تحويلة علشان يحول لي استهلاك الكهرباء من الوات إلى البيتيو بير أور، فهنا حط الكمية دي. طيب كمية الحرارة دي بقى الوات دوت أجيبه منين؟ هلاقي إن ممكن إن احنا نستعين بريفت. طبعا بيبقى في عندي لو احنا رجعنا للمراجع المختلفة بالذات في الجزء بتاع التطبيقات بتاع أشري، بيديني بقى في كل مكان كل نوعية تطبيق من التطبيقات التكييف كمية الحرارة بتاعت الإضاءة بتاعته بتبقى شكلها عامل ازاي. انما ممكن ان احنا نستعين بالقدرات بتاعة الريفت، هلاقي ان جوه الريفت اوريدي هو حاطط لي فيه داتا. يعني لو اخدنا على سبيل المثال سبيس زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي، يعني احنا لو احنا جينا هنا واخترنا السبيس ونزلنا تحت شويه كده هنلاقي ان في حاجه اسمها السبيس تايب. السبيس تايب لو دخلنا عليه هتلاقي ان هنا في عندك، نرجع تاني كده بص، لما تيجي هنا هتلاقي ان في الناحيه لو انت دوست في الناحيه الشمال خالص كده هيطلع لك ويند.
الويب ده بيديك نوعية السبيس. فلو مثلا احنا عايزين نعرف سبيس زي اوفيس مثلا، فلو كتبنا اوفيس هيديني انواع مختلفة من الاوفيس. في عندي اوفيس انكلوزد او اوفيس اوبن بلان. الاوفيس اوبن بلان دوت يعني انت عندك في مكان كبير مفتوح على بعضه، وبتحط بارتيشنز كده بارتفاع 2 متر يا دوبك بس عشان تحجز ما بين الموظفين وبعض، يعني بحيث ان هم يعني ايه ما يشتتوش نظر بعض وتركيز بعض يعني، انما المكان كله مفتوح على بعض. فلو اخدنا مثلا اللي هو النوعيه اللي احنا دايما متعودين عليها، ان المكتب دوت انكلوزد يعني مغلق من جميع الاماكن، هلاقي ان هنا بيديني بعض المعلومات اللي اقدر استفيد بيها. يعني هنا مثلا بيديني ان كل 20 متر مربع دوت بيشغله شخص واحد. فلو عندي مثلا مكتب مساحته 100 متر مربع، فاتوقع يبقى فيه 5 اشخاص كده. طيب كمان الحراره اللي بتطلع من البني ادم، وهنشوفها كمان شويه، ان في عندي حراره جايه لي سنسبل، وفي حراره ليتنت. حراره سنسبل هي يعني بتصاحب ارتفاع درجه الحراره، والليتنت هي بتصاحب ايه زياده المحتوى المائي داخل الهواء بيدهاني برضو. وكذلك بيديك اللايتنج لو دينستي زي اللي احنا شايفينه دوت. فبالتالي اقدر اني استخدم ان في المكتب عندي تقريبا 12 واط لكل متر سكوير. بالتالي من معلوميه مساحه المكان هضربها في 12 يطلع لي كميه الحراره اللي جايه لي من الاضاءه، تشوف هتبقى عامله ازاي. وفي عندك الباور لود دينستي كمان اللي هو ايه اللي جايه لي من المعدات، فاقدر برضو استخدمها ان في عندي 16 واط لكل متر مربع، يعني هيبقى متوقع ان المكان ده هيبقى فيه معدات هتطلع لي حراره مقدارها 16 واط لكل متر مربع. ومدي لك برضو شويه حاجات تانية نقدر ان احنا نستخدمها، زي مثلا الاوت دور اير بير بيرسون دوت 2.36 بالمية، وده هنشوفه في الانفلتريشن لود والانفلتريشن لود والاير تشينج برضو وخلاف. يعني هنلاقي في عندي مديني هنا كميه معلومات اقدر ان انا استخدمها، وطبعا بتختلف باختلاف نوعيه المكان. يعني لو مثلا هنا جينا قلنا مثلا ايه لوبي مثلا في اوتيل، اللوبي في الاوتيل هتلاقي ان كل 3 متر مربع تقريبا بيشغله بني ادم، طبعا يعني مكان مزدحم في اللوبي. هنلاقي ان عندي السنسبل الهيتنج لود بيختلف برضه باختلاف نوعيه النشاط. اللايتنج دينستي تقريبا برضه 12، انما الباور لود دينستي تقريبا ما فيش عندي معدات في اللوبي يعني، فهيبقى مثلا 5 واط لكل متر مربع. فهتلاقي انه بيختلف باختلاف المكان. مثلا اوبريشن روم مثلا في الهوسبيتال، هلاقي ان بيختلف برضه دوت 5 متر مربع لكل شخص. هلاقي ان اللايتنج لود دينسي بيرتفع، طبعا في عندي معدات كتيره بتبقى داخل غرفه العمليات، اللايتنج يعني بيبقى شديد في غرفه العمليات، فيبقى عندي 23 واط لكل متر سكوير. الباور برضو 16 واط لكل متر سكوير، وهكذا. هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان البيانات اللي اوريدي يعني تم تسجيلها على ريفت باختلاف نوعيه المكان هتقدر انها تفيدني جدا. وطبعا الاصل ان انا ارجع للمراجع وارجع كمان للتخصصات المختلفه، لو كان اوريدي المهندس الكهربائي عمل الاضاءه فاقدر اخد منه الاحمال الحراريه بتاعتي، عمل كمان توزيع الفيش ونوعيه الاكويبمنت تبقى موجوده اقدر برضو اخدها منه. انما اللي احنا بنشوفه في البيانات اللي موجوده عرفت يعني في غايه القيمه، وتقدر انها تسعفني في الوقت وفي المجهود. نرجع تاني، يبقى اذا عندي اللايتنج لود زي ما قلنا هي كل الحراره اللي بتستهلكها اللمبه بتتحول الى كل الكهرباء اللي بتستهلكها اللمبه بتتحول الى حراره داخل المكان. واللي احنا شايفينه هنا ده دي تحويله من الاس اي يونت للبريتش ريت بخلاف الكولينج لود فاكتور. طبعا البالاس فاكتور يعني للناس اللي لسه بتستخدم لومض من النيون، هيبقى في عندي البالاس فاكتور بيساوي 1.25 بالمية. لو هي لومض اللي هي التنجستين العاديه ديت، فطبعا ما فيش عندي بالاس فاكتور، ما فيش عندي ترانسفورمر اصلا، فعلى طول بالاس فاكتور بيساوي 1.
هنا برضو مديني مثال التطبيق فيه مباشر يعني. بعد كده البيبول لود بقى اللي هو الحرارة بتنطلق من الأشخاص، برضو في عندي جزء بقى منها سنسبل وجزء ليتنت. السنسبل زي ما قلنا نتيجة الحرارة بتطلع من البني آدم، فطبعا دي رايحة للجو فهترفع من درجة حرارة الجو فبنسميها سنسبل. إنما البني آدمين مش بيطلعوا حرارة بس، بيتنفسوا وبيعرقوا، بيبقى في عندي أبخرة خارجة منهم بتزود من المحتوى المائي داخل المكان. والمحتوى المائي ده عبارة عن ليتنت لود، عبارة عن حرارة كامنة المفروض إني أشيلها يعني. فبرضو عندي في عندي هنا كيو سنسبل وكيو ليتنت، وعندي الان ديت هي عدد الاشخاص. وبرضو طالما في عندي حراره خارجه مش لازم بالضروره انها يعني تسمع على طول في ارتفاع درجه حراره الجو، انما في جزء منها برضو طالع بالاشعاع لابد يسقط على اسطح، والاسطح درجه حرارتها ترتفع وبعد كده تنتقل الى الهواء. فبرضه فيها كولينج لود فاكتور، وان كان الكولينج لود فاكتور هنا بيبقى مقترب تقريبا من الواحد يعني. برضه نعيد كده تاني، يبقى في عندي الكيو سنسبل والكيو ليتنت، وديت بقى كيو سنسبل والكيو ليتنت لكل فرد، وطبعا بتختلف باختلاف النشاط يعني. واحد قاعد على مكتب غير واحد بيلعب في صاله الجيم، اكيد كميه الحراره تختلف يعني. وده هنا عندي عدد الأشخاص ودوت الكونينج لود فاكتور اللي جاي من الأشخاص. هنا الجدول دوت بيديني الكيو سنسبل الكيو سمول يعني كيو سنسبل سمول وكيو ليتنت سمول، وبيقول لي إنها يعني بتختلف ما بين الرجال والسيدات وبتختلف باختلاف نوعية النشاط المبذول. لو هو نشاط بتاع واحد قاعد بيختلف عن نشاط واحد بيعمل رياضة. فلو احنا مثلا اخدنا كده مثلا بالنسبة لو الذكور البالغين هو قاعد بيطلع 390 كتوتال لود يعني، انما لو هو بيلعب جيم بيطلع 2000، طبعا 2000 بي تي يو بير اور يعني لكل شخص. طيب طبعا الكلام دوت لو الادلت ميل دوت ممكن ينفع في التطبيقات العسكرية، انما التطبيقات المدنية بيبقى في عندي يعني خليط من الذكور والإناث. فالخليط من الذكور والإناث طبعا هيبقى أقل، الأنثى طبعا بتطلع كمية حرارة أقل من الرجل، ودوت نتيجة إن هي البنية العضلية طبعا للأنثى أقل بكتير من الرجل، فبالتالي كمية الحرارة الخارجة منها بتبقى أقل. فالميكسد بقى بيبقى تلاقيه بقى أقل من الذكور يعني. دي الكمية الحرارية الكلية. إنما لو إحنا عايزين بقى سنسبل وليتنت هتلاقي ال 330 ديت بتنقسم إلى 225 سنسبل و105 ليتنت. طبعا زي ما احنا شايفين المجموع هو 330، وكذلك تقدر انك تطبقها على بقية الأنشطة المختلفة. وبيقول لي ان الكلام دوت معمول على ان درجة الحرارة الداخلية 75. طبعا لو درجة الحرارة الداخلية اقل من 75 كمية الحرارة الخارجة طبعا هتبقى اكتر بكتير سنسبل يعني، وهتقل في الليتنت. وليها يعني كوريكشن هنقدر نعرفه من الملحوظات اللي موجودة تحت. يبقى إذن هي بتعتمد على نوعية النشاط، وإنها عند درجة حرارة داخلية 75، وإن هنا هنلاقي إن 330 ديت أو أي سطر منهم هو مجموع الليتنت والسنسول ودوت الكولينج لود فاكتور. هو تقريبا يعني نقدر يعني نختصره ان هو مقداره بيساوي واحد. ناخد مثال بيقول لي ان عايز الهيت جين اللي خارج من 240 شخص موجودين في السينما ودرجة حرارة المكان بيساوي 75. فبالتالي هيبقى عندي المعادلة الكيو بتساوي كيو سنسبل في عدد الأشخاص في الكولينج لود فاكتور، وعندي الليتنت نفس الكلام من غير الكولينج لود فاكتور. أروح رايح بقى للجدول، هنروح إن إحنا موجودين في سينما بالليل، فبالتالي هدخل على السطر دوت. طبعا بيبقى في عندك خليط من الأشخاص، فيبقى عندي الكيو توتال كلها 350، ونلاقي إن في عندي السنسبل 245 والليتنت 105. اخد الكلام دوت وطبعا اعتبر الكولينج لود فاكتور بيساوي واحد،
هو التعويض مباشر، ما فيهوش اي كلام، ما فيهوش اي يعني مشكله. وزي ما شفنا برضو عندي كيو سنسبل والكيو ليتنت، نقدر ان احنا نطلعهم من المعلومات المخزنه داخل الريفت. لو رجعنا تاني برضو عشان نذكر انفسنا، يبقى في عندي السبيس تايب، ادخل كده لو قلنا هنا في عندي مثلا ثياتر، ثياتر اللي هو ده، هلاقي في عندي الكيو سنسبل بتساوي 73 واط، والليتن بيساوي 58 واط. طبعا القيم اللي موجوده في الجدول اللي احنا شفناه يعني اللي فات دوت بالبي كيو بير اور، خلي بالك بس. ونعوض تعويض مباشر، ما فيش اي مشكله. كذلك برضو في عندي بيبقى في معدات داخل المكان، ممكن يبقى اللابتوب اللي موجود ده بيطلع حرارة، البرينتر بيطلع حرارة، أي معدة موجودة داخل المكان فأوريدي هي بتطلع حرارة. ممكن برضو أستعيد الجدول دوت في إيجاد قيمتها، أو إني أروح برضو للجدول بتاع الريبت القيم المخزنة، وأقدر إن أنا أخد الباور دينستي منها هنا، فلأنها إيه خمسة تقريبا 6 واط لكل متر سكوير، وأقدر إن أنا استخدم. انا هفوت الكلام ده، يعني برشح لكم ان انتم تستخدموا القيم اللي موجوده في الريفت مباشره. يعني الالكتريك موتور، طبعا هو اي معده من معدات التكييف بيبقى لازم في جواها مروحه، والمروحه بتدور بموتور، فبالتالي الموتور عشان يدور المروحه فبالتالي لازم هيستهلك طاقه، الطاقه ديت هتنطلق داخل الهواء، فبالتالي هترفع من الحمل الحراري بتاعه. فبرضه هنا مديني جدول للحراره تنتقل من المواتير، وهتلاقيها معظمها بتبقى في اجهزه التكييف. ندخل بقى ايه للانفلتريشن. طبعا في عندي كميات هواء بتدخل من بره، ممكن تبقى داخله بطريقه انا مش متحكم فيها، ودي بنسميها انفلتريشن. يعني في عندي سرسوب هواء داخل لي من الفواصل بتاعت الازاز او بتاعت الابواب او خلافه. فلاقي الجدول دوت بيديني برضو قيمه يعني مختصره منه، بيقول لي مثلا هنا في الويندوز اقدر ان اعتبر ان في عندي 37 سي اف ام بيدخلوا لكل قدم طولي من حلق الايه حلق الشباك. بالنسبه للجدران بيقول لي في عندي نص كيوبيك فيت بير مينيت لكل قدم مربع من مساحه الباب. ده بالنسبه للابواب الايه السكنيه. بالنسبه للابواب التجاريه فبيقول لي ان في عندي 1 سي اف ام لكل فيت سكوير من الايه من التجاري. دي طبعا يعني قيمه برضو ايه مختصره جدا، انما يعني علشان اقدر اني احسب واعرف قيمتها تقريبا بتساوي قد ايه. دوت مثال. وفي كمان عندي انواع مختلفه، مش لازم يبقى الباب هو سوينج، ممكن يبقى الباب ريفولفنج دور. في جدول تاني بيدهوني ان هو بالنسبه للسوينجنج دور لو ما فيش عندي مدخل بيؤدي الى الباب اللي بيؤدي الى المكان، فبيقول لي في عندي 900 فيت كيوب لكل بيرسون بيدخل منه الهواء، وبالنسبه للسوينجنج دور 550 فيت كيوبيك لكل بيرسون، والريفولفنج دور بتلاقي تقريبا 60 قدم مكعب لكل شخص. وفي طريقه ثانيه الاير تشينج. الاير تشينج هو بيقول لك يعني حجم الهواء اللي موجود جوه المكان دوت بيتغير كم مره في الساعه. يعني لو قلنا مثلا غرفه حجمها مثلا 100 قدم مكعب او 100 متر مكعب مثلا، فال 100 متر مكعب ده لو قلنا 1 اير تشينج يبقى في الساعة هيدخل كمية هواء مقدارها 100 متر مكعب في الساعة.
ده الاير تشينج. فهنا بيديني برضو قيم مبسطة، بيقول لك الاير تشينج المتوقع من نص إلى واحد ونص الاير تشينج. وبيختلف بقى لو هو المبنى دوت معمول من عناصر إنشائية حاكمة أو عناصر إنشائية لوز، يعني في بتسمح بتسرب الهواء. فلو هي بتسمح بكتير بتسرب الهواء من عناصر إنشائية رخيصة، فهيبقى هتاخد الاير تشينج واحد ونص. لو هي محكمة فهتاخدها نص. دوت طبعا اللي كانوا بيحسبوا زمان يدوي لابد انهم يعملوا جدول عشان يحطوا فيه الارقام بتاعتهم ويشتغلوا عليها. ده احنا كنا اتكلمنا الانفلتريشن هي كميه الهواء المتسرب، سرسوب الهواء اللي بيدخل من الشبابيك وهي مقفوله، من الجدران وهي مقفوله وخلافه. انما طالما في عندك اشخاص داخل المكان فانت كمان محتاجين لهم كميه هواء متجدد. وده انا بجيبه يعني قصرا من بره من الهواء الجوي عن طريق المروحه بتاعت المكنه وادخله جوه المكان وانا قاصد بكده. فهتبقى بقى كميه الحراره طبعا المصحوبه معاها مع الهواء اللي جاي لي من بره دوت هنعوض في المعادله دي الكيو سنسبل اللي جايه مع الفنتليشن هتساوي 1.1 في السي اف ام لو القدم المكعب في الدقيقة مضروب في فرق درجات الحرارة بين درجة حرارة الهواء الخارجي ودرجة حرارة المكان جوه. وده بالنسبة للكيو سنسبل. بالنسبة للكيو ليتنت هتساوي 68% في معدلات تدفق الهواء في المحتوى المائي بقى. المحتوى المائي اللي هو السبيسيفيك هيوميديتي، واعتقد يعني انتوا اخدتوها في التكييف. هنشوفها بره بتساوي قد ايه من السيكومتري وجوه بتساوي قد ايه من السيكومتري ونطرحهم من بعض ونعوض بيهم. طبعا الكلام ده بيبقى بالجرين بير باوند لو احنا شغالين بالبريتش يونت. وزي ما قلنا برضو كميه الهواء الفنتليشن دي اجيبها من فين؟ فلاقي برضو هنا في عندك الاوت دور اير بير بيرسون مديها لك بير بيرسون هنا بتساوي 2.36% في المثال اللي احنا كنا بنتكلم عليه بتاع السياتر اللي هو بتاع الاوفيس. لو اتكلمنا على الانكلوزد اوفيس فهي 2.36% برضو. لو انت ما عندكش عدد اشخاص تقدر تستخدم الايه بالمساحه بتاعت المكان. يعني قال لك هنا يبقى في عندك 3.1 لتر لكل ثانيه من المتر مربع من مساحه المكان، فنقدر برضو نطلعها من هنا. وزي برضو هنا كان مديني الانفلتريشن بتساوي 19% لتر لكل متر مربع من مساحة المكان لو احنا عايزين برضو القيم نطلعها. فبالتالي زي ما شايف كده الريفت في عنده كمية داتا اقدر اني استفيد منها. وهنا بيديك بقى كمية الهواء، يعني لو انت بقى عايز تطلعها من الجدول لتطبيقات مختلفة. وإنما مديها لك إيه بقى؟ مديها لك سي اف ام لكل سكوير فوت من المكان يعني. فلو مثلا عندك محل حلاقة الباربر شوب هيبقى عندك 4.1 قدم مكعب في الدقيقة لكل قدم مربع من مساحة المكان. لو في عندك هنا في عندك صالة مسموح فيها التدخين، وإن كان الكلام ده خلاص بقى مش موجود خالص في العالم كله، فقال لك إن بيساوي 1.5 قدم مكعب في الدقيقة لكل متر مربع من مساحة المكان وهكذا. وإنما برضو برشح لك إن أنت تستخدم القيم الموجودة في الريفت. طيب لما انا هاجي بقى استخدم درجه الحراره الخارجيه اخدها قيمتها بتساوي كام؟ انت عندك درجه الحراره الخارجيه انت بتجيبها من الجداول بتاعت الديزاين اوتسايد كونديشن اللي موجوده في اشري، وهي دي درجه الحراره اللي هي بتبقى الايه الماكسيمم يعني. طيب هل هو دايما درجه الحراره دي هتفضل ماكسيمم على طول؟ يعني لما اجيب هواء من بره هيدخل لي درجه حرارته دايما 40 درجه مئويه؟
طب انا لو جايبه بالليل مثلا يبقى بقدر يحرك 40 درجة؟ لا طبعا. هنا بيقول لك ان عشان تحط درجة الحرارة الخارجية فانت اعرف انت بتشتغل عند اني ساعة، الحساب بتاعك عند اني ساعة. وبعدين شوف لي بقى الديلي رينج بتاعك بيساوي كام؟ الديلي رينج بتاعك مثلا بيساوي مثلا 20 فهرنهايت زي مثلا القاهرة كده، وانت بتحسب مثلا الساعة 17، الساعة 17 دي يعني الساعة 5 بعد الظهر، فبالتالي تقلل من درجة الحرارة الخارجية اللي انت جايبها ديت درجتين عشان تحسب بيهم يعني. وبكده يبقى احنا اتكلمنا على الحسابات الأساسية اللي بنستخدمها في حسابات الأحمال الحرارية في التكييف. أتمنى تبقى مفيدة. لو في أي حاجة أنت مش يعني ما فهمتهاش ارجع تاني بالفيديو وارجع اسمعها مرة تانية، ولو في أمثلة محلولة احنا ما يعني ما حليناهاش مع بعض حلها، لو في أمثلة محلولة ارجع شوفها مرة أخرى، تلاقي الموضوع سهل وبسيط. وأتمنى يبقى الفيديو ده يكون مفيد لحضرتك. شكرا، السلام عليكم.